Five Nights at Freddy's هي سلسلة من الألعاب الكثيرة اللي تحتوي على قصة عميقة ومخفية عن رجل وعائلته وشخصيات ثانية موجودة في حياة الرجل هذا. في هذا المقطع راح أقدم لكم شرح كامل لتاريخ هذه القصة المظلمة. إذا كنت جديد على السلسلة أو فان قديم أو ما تعرف أي شيء عن اللعبة حتى، فهذا المقطع راح يكون المكان اللي تفهم وتستمتع فيه بالقصة هذه. قبل لا نبدأ لا تنسى إنك تنزل تحت وتشترك على السريع وتفعل زر الجرس وتحط لايك على المقطع إذا استمتعت. وأخيرا استمتع في هذا المقطع وسلسلة من المقاطع الجاية اللي حطيت فيها تعبي كله. يجيب لك أي شيء تأكله واستمتع. ويليام أفتن متزوج وأب لثلاثة أطفال، إليزابيث وطفل صغير راح نشيله ليه باسم إيفن ومايكل. بدأ بزنس أو عمل تجاري مع صديقه العزيز هنري إيميلي، متزوج وأب لطفلين شارلوت وسامي. تم تحديد اسم عملهم التجاري عشان يكون فازبير انترتينمنت، وفتحوا مع بعض مطعم صغير اسمه فريد بيرز فاميلي داينر، مطعم منتظم مليء بغرف الطعام والحفلات. والغرض الرئيسي من المطعم هو حفلات اعياد ميلاد الاطفال، لانهم يعرفوا انه هذا هو السبيل للربح. وممكن يكون برضه مطعم بيتزا، على الرغم من ان قائمتهم كانت مليئه في الغالب بمجموعه متنوعه من البيتزا والكعك ليستمتع فيها جميع العملاء. لكن على عكس اي مطعم ثاني، كان يدير هذا المطعم اثنين من العباقره الميكانيكيين والمهندسين اللي اتفقوا مع بعض على فكره، وهي فكره عبقريه جدا بحيث يتعين عليها اقناع المزيد من الاطفال والبالغين انهم يسووا اعياد ميلادهم وتناول الطعام بشكل عام في هذا المطعم. فكره من شانها انها ترفع ارباحهم للسقف، وبدون ما يعرفوا الفكره هذه راح تشكل مستقبل حياتهم للابد. تم وضع الفكره موضع التنفيذ فورا، وما سمحت عقولهم الابداعيه بالتردد في تنفيذها، لان حان الوقت وكانوا جاهزين للعمل وكان مقدر لهم النجاح. ابتكر ويليام وهنلي بدلتين من نوع سبرينج لوك اللي يقدروا انهم يلبسوها ويخدموا الزبائن فيها، ولكن تقدر كمان البدلتين انها تتشكل كالكترونيات متحركة عشان يقدموا عرض للزبائن على خشبة المسرح. وراح تصير هذه البدلتين اللي من نوع سبرينج لوك عامل الجذب الرئيسي للمطعم، والبدلتين هذه تحمل اسمين وهم فريد بير وسبرينج بوني. كان البزنس مزدهر وكانوا الاثنين قاعدين يربحوا فلوس من جميع الاتجاهات. كانوا الاباء يحبوا هذا المكان، يقدروا انهم يسترخوا وياكلوا بعض البيتزا بينما أبنائهم وأطفالهم قاعدين يلهوا في المكان ويستمتعوا مع الإلكترونيات المتحركة هذه أو الروبوتات. كان الأطفال يجوا على المطعم يوميا لمشاهدة هذه الروبوتات السبرينج لوك. إذا كان أي أحد يبغى يسوي حفلة عيد ميلاد فراح يكون هذا المكان اللي راح يروح عليه. بسبب نجاح مطعم فريد بيرز تم افتتاح موقع ثاني باسم فريدي فازبيرز بيتزرية، مع فريدي وبوني وتشيكا وفوكسي كنجوم رئيسيين. هذول الأربعة صاروا مشهورين جدا بسرعة كبيرة، عشان كذا بدأوا بأنهم يبيعوا أقنعة وبعض السلع لزيادة أرباحهم. بس زي ما يقول المثل، العمل لا يغير عقلية الرجل. كان ويليام أفتن متزوج وأب لثلاث أطفال، وبفضل مطعم فريد بيرز صار الحين رجل ثري. ولكن مهما كانت حياته ما كان رجل صالح، بل كان مؤذي مدمر وقاسي. السبب الوحيد وراء وصوله لهذا النجاح هو أنه كان ذكي واستراتيجي. ما غيرت الفلوس عليه سوى تنمية شخصيته السامة والخطيرة. ألقى النظر على سبرينج بوني، بعدها خرج إلى المطعم البيتزا الممتلئ اللي هو ساعد في إنشاءه، وبعد كذا طالع حوله وفحص بعيون الحشود الموجودين، ولبس بدلة الروبوت السبرينج لوك مع خطة مستقرة للرجل غير مستقر. الليلة راح يقيم خمسة أطفال حفلة عيد ميلاد ما راح ينسوها أبدا. كان خمسة أطفال قاعدين يقضوا وقت ممتع في حفلة عيد ميلاد في مطعم البيتزا، حتى جاهم سبرينج بوني الأصفر بشكل عشوائي. وبعد اللعب بعقولهم وإفساد أفكارهم، نجح روبوت السبرينج لوك في استدراج الأطفال للغرفة الخلفية الخاصة بالمطعم، ومن دون علمهم إن راح تنتهي حفلتهم قبل أوانها. ولأنه صار لحاله الحين مع الأطفال الخمسة، سحب ويليام شيء من خلف ظهره. كان الأطفال مستعدين للمفاجأة اللي قال لهم عليها، المفاجأة اللي كانوا يبغوها. أخرج ويليام السكين من خلف ظهره اللي مرت بجثث الأطفال جميعهم، سوى موجة قتل كبيرة وقتلهم جميعا في فترة زمنية قصيرة. كان ويليام يعرف بالضبط ايش اللي سواه، وبالعكس المختل هذا كان مستمتع بالشيء اللي سواه من تعذيب وغيره. لكن الشرطة راح يوصلوا قريب وراح يلاحظوا أباهم ان اطفالهم مفقودين، وكان لازم يتصرف بسرعة عشان يخفي الأدلة. بس كيف راح يقدر يسوي هذا الشيء؟ بينما كان قاعد يفكر في الخيارات المتاحة، كان يحدق في الروبوت فريد بير وجميع بدلات الروبوتات الرئيسية الأربعة اللي صنعوها هو وهنري مع الهياكل الداخلية عشان يكون الروبوت كامل، حيث أن صار ارتداء البدلات يدويا وخدمة الزبائن عمل شاق أكثر من اللازم، لأنه بنفس الوقت كان يطبخ الأكل ويردوا على المكالمات والطلبات، وكان هذا كله يشكل ضغط لاثنينهم. ولهذا السبب صنعوا الهياكل الداخلية في المقام الأول.
كانت الروبوتات تتشكل على شكل حيوانات مع دب بني وارنب ازرق ودجاجه لونها اصفر وثعلب احمر. ولكن لحسن حظ ويليام كانت البدلات مفتوحه وخاليه. ابتسم ويليام ابتسامه عريضه وهو يعرف بالضبط وين راح يخفي الادله لهذا الفعل الفظيع واللي تسبب في اغلاق مطعم فريدي فازبرز بيتزيريا. اقتحمت الشرطة المبنى بعد عدة مكالمات، ما عرفت مكان وجود الأطفال وما كان عند الموظفين أي دليل. كانت الشرطة تبحث في جميع أنحاء المبنى، في جميع غرف المطعم، ويسألوا كل شخص يعرفونه في محاولة لجمع القطع المفقودة من القضية على أمل إنه يؤديهم لخيط واحد بس، حتى إنهم ما قدروا يتمكنوا من العثور على جثث الأطفال في أي مكان، وسرعان ما اكتشفوا إنه ما حد يعرف أي شيء. اختفوا الأطفال اللي كانوا يقيمون أفضل حفلة في حياتهم فجأة في المطعم، أصبح ويليام مشتبه به رئيسي. لكن بدون أي جثث أو دليل ما تمكنوا من توجيه الاتهام عليه، وسرعان ما أصبحت هذه القضية حادثة فقدان أطفال وليست جريمة قتل. الرضا والبهجة، هذا ما شعر فيه ويليام بعد موجة القتل والإفلات من العقاب. كان عقله قاعد يصير متوحش كل ما فكر بأفكار جديدة. إيش لو صنع بدلات خصيصا لاحتواء الأشخاص بداخلها، مو بدلات سبرينغ لوك اللي صنعوها هو وهنري، بل بدلات للروبوتات ولكن مع مساحة كافية لاحتواء البشر فيها. ما تقدر انها تحتوي على بالغين لانهم كبار وطويلين القامة، فراح يكون طولهم واجسامهم مختلفة من شخص لشخص لو كان شخص بالغ. لكن الاطفال راح يكونوا معظمهم بنفس الارتفاع والحجم، وحتى لو كانوا اكبر بشوي ما راح يشكل هالشي مشكلة كبيرة لان اجسامهم راح تظل صغيرة لحد ما. قتل ويليام بالفعل 5 اطفال وعرف بالضبط كيف يستدرجهم، عشان كذا عرف لوين يتجه بعد كذا. صنع روبوت جديد، سيركس بيبي، بالعيون الزرقاء والشعر الأحمر، يتشكل معنا هذا الروبوت اللي على شكل مهرج مع مغرفة أو يد حديدية مدمجة لالتقاط الأطفال ومن ثم حبسهم داخل الروبوت. وويليام وصفها بأنها She can dance, she can sing, she's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests, she can even dispense ice cream. مع القليل من العمل والابتكار والحديث الطويل مع هنري، افتتح ويليام مطعم صغير على الجانب تحت اسم البزنس الشخصي حقه افتون روبوتكس، واللي راح يبيع نفس الطعام والشراب مثل مطعم فريد بير ولكن مع اضافة الايس كريم. وبكذا تم افتتاح مطعم سيركس بيبيز بيتزا وورلد. ويليام برمج سيركس بيبي حتى لا تقتل او تحبس امام الحشود والزبائن ولا حتى امام الناس البالغين، ولكن فقط في حالة انفرادها مع طفل. يعرف ويليام ان الروبوتات لازم انها تحتوي على ذكاء اصطناعي، فكيف راح يقدر ان يسويها؟ كانوا زوجة ويليام وأبنائه يزوروا المطعمين من حين لآخر، معجبين بعمل ويليام وهنري لأن الروبوتات كانت فكرة فريدة ومبتكرة وما حد سمع فيها من قبل في هذا العصر. كان إيفان يحب مشاهدة ويليام وهو يشتغل على الروبوتات، وكان يشاهد ويليام بانتظام وهو يشتغل على بدلات الحيوانات الأربعة، واللي حصل إيفان على نسخ دمى من هذه البدلات. إليزابيث آفتون كانت تبغى وبشدة أنها تشوف سيركس بيبي في كل مرة تزور فيها المطعم، كانت تشبهها وكانت أول روبوت يصنعها أبوها تشبه البنات. ومع الروبوتين الثانيين اللي هم فريد بير وسبرينغ بوني اللي كانوا لا يزالوا يشتغلوا في مطعم فريد بيرز فاميلي داينر. ويليام كان دائما يقول لا لإليزابيث، كان يعرف كويس بداخله ان سيركس بيبي راح تتعرف على بنته كطفل وممكن بعدها تقتلها. ظلت إليزابيث تسأل باستمرار Didn't you make her just for me? Daddy, she can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. لا، كان دائما هو الجواب. ما كان يبغى ويليام انه يخاطر بأي مخاطرة. شيء كبير زي موت بنته ما كان خيار او حدث يقدر انه يتحمله. لذلك كان دائما ياخذ إليزابيث بعيد عن الروبوت هذا ويبعدها قدر المستطاع عن الاشياء الفظيعة اللي ممكن يسويها سيركس بيبي. لكن في إحدى الليالي بينما كان ويليام مشغول بتجهيز حفلة للناس الجايين على المطعم، تسللت إليزابيث وراحت بعيد عن ويليام، وأخيرا راحت لرؤية سيركس بيبي. العناد، الجهل، الغطرسة، ثلاث كلمات تصف تماما تصرفات إليزابيث وهي تتجه نحو هذا الروبوت. كانت سيركس بيبي قاعدة تراقب الطفلة الصغيرة تركض بكل حماس وبدأت في إخراج الآيس كريم، وهو تكتيك للاستدراج، شيء جديد ما سوته من قبل. كانت كلمات إليزابيث الأخيرة سؤال في لحظة إدراك. ماتت إليزابيث مباشرة كنتيجة لتصرفات ويليام. كانت بداخل بدلة سيركس بيبي، صوت صراخها كان مغطي عليه صوت الأطفال اللي قاعدين يركضون عائدين إلى الغرفة بحماس. جاء ويليام مع مجموعة من الأطفال هذول وتساءل
وين راحت بنته. قاعد يطالع حوله وتذكر كلمات إليزابيث. وبعدها حدق في سيركس بيبي اللي بكل برود حدقت فيه كمان. كان هذا خطأ فادح، ما قدر ويليام انه يدرك الامر، وقال في نفسه ما كان المفروض يصير هذا الشيء، كان لازم انها تسمع الكلام، كان لازم يتدخل ويوقف هذا الشيء انه يحصل، ما كان عليها انها تكون عنيده لهالدرجه. ما قدر ويليام يحط فكره واحده متماسكه في ذهنه، الشخص المختل هذا اللي فقد احد افراد اسرته ما راح يصير على ما يرام. قفل المطعم على طول، وطوال ليله كامله قاعد يطالع في عيون سيركس بيبي. اذا كان بامكان اي شخص اعاده سرد هذه القصه وهذه الاحداث بشكل افضل فهي سيركس بيبي نفسها. I was in a small room with balloons and a few tables. No one sat at the tables, though, but children would run in and out. I would always count the children. I'm not sure why. I was always acutely aware of how many there were in the room with me. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were four, then three, then two, then one. Something happened when there was one. A little girl, standing by herself. I was no longer myself, and I stopped singing. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. Why did that happen? William كان السبب ليش هذا الشيء صار. كل ما يمكن انه يفكر فيه ويليام هو ان بنت الحبيبه فقدت الان بسبب الروبوت اللي صنعه هو. على طول قال لإيفان ومايكل بعدم زياره اي روبوتات سواء كانت شغاله او خارج الخدمه، خاصه اذا كانوا بمفردهم. ما كان عند ويليام ابدا خيار انه يترك احد اطفاله يموت مره ثانيه على يد احد الروبوتات. ويليام يعرف ان مايكل كان كبير في السن لدرجه ان الروبوتات ما راح تقتل. بالرغم من هذا الا انه ما زال قاعد يحذر انه ما يقترب منهم. لكن واضح ان ويليام ربى اطفاله بشكل خاطئ، حيث انه صار ايفن عنيد جدا وقرر انه يروح لمطعم فريدي بيز فاميلي داينر مهما كان، وطبعا من غير اذن ابوه. لكن من غير ما ايفن يعرف، ويليام عرف بامر هذه الخطط والتسللات للمطعم اللي كان يسويها ايفن، كونه هو المالك الشريك للمطعم اللي كان ايفن يتسلل اليه، يعني اكيد انه كان راح يعرف. لذلك مع العلم من ان العناد والجهل والغطرسه تسببت في وفاه اليزابيث، وبرؤيه ايفن قاعد يصير على الخطه هذه، ويليام حط خطه بهدف انه يمنع ايفن من زياره المطعم للابد. استيقظ إيفن في منتصف الليل على صوت شخص يسير في ممرات غرف نومه. قام إيفن من سريره وركض نحو الباب وفتح شوي، وشاف نسخ مرعبة من مختلف الروبوتات اللي كان يشاهد ويليام وهو قاعد يبنيها. أغلق إيفن الباب، وبعد سماع المزيد من الخطوات أعاد فتح الباب والروبوت كان مختفي. لكن سمع بعد كذا صوت خشخشة صاخبة جاي من سريره. راقب ويليام إيفن في موقع أو مكان تحت الأرض كان باقي لسه مو مفتوح وظاهر للعامة، وصنع أقراص تطلق أصوات وهمية اللي تستخدم ترددات عالية خارج النطاق الطبيعي للسمع البشري، وتستخدم عادة هذه الترددات لزيادة الحمل والجهد على الدماغ البشري، وتغير بشكل كامل منظور اللي يسمع هذا التردد لشيء ثاني على حسب وش يبغى اللي حطه يشوف وإيش هدفه. واستخدم ويليام هذا الشيء لخلق أوهام عبارة عن روبوتات اللي قد شافها إيفن أثناء زياراته، عشان يتأكد من أن إيفن ما راح يزور مطعم فريد بيرز أبدا. كان ويليام يعرف أن إيفن راح يعتقد أن هذه كوابيس اللي عادة يتذكرها بشكل غريب، لكن ويليام متأكد من حدوث كل هذه الأشياء لإيفن لما يكون بالفعل مستيقظ عشان يتذكرها بشكل أكثر وضوحا، عشان يحافظ على ارتفاع مستوى الخوف عند إيفن. كان يتأكد من اختفاء الأوهام في الساعة 6 صباحا كل ليلة، وهو الوقت اللي يبدأ فيه إيفن بأنه ينام. خلال اليوم كان إيفن يرجع لمطعم فريد بيرز، وفي كل زيارة كان يشعر بالخوف أكثر من قبل. كانت خطة ويليام ناجحة. مايكل الأخ الأكبر لإيفن كان يساعد ويليام بالفعل من دون ما يدري خلال كل هذا، ويخيف إيفن باستمرار بقناع فوكسي. ويليام كان يشوف ان هذا شيء تمام وسمع بحدوثه خلال النهار، لانه راح يساعد ايفن على انه يكون اكثر خوفا من الزياره الى فريد بيرز. شجع ويليام مايكل على القيام بهذا الشيء، وكان يراقب الاشياء اللي قاعد يسويها مايكل من خلال عيون دميه فريد بير. لكن مايكل ما سوى هذه الافعال لنفس الاسباب اللي سواها ويليام، سوى زي كذا لانه كان اخ سيء. نظم مايكل حفله عيد ميلاد ايفن في فريد بيرز، وقال لجميع الاطفال في المدينه عن هذا الشيء. بعد ما تكلم ايفن مع الاطفال دخل المنزل عشان يشوف ويليام ويتكلم معاه حول هذا الموضوع. لكن قبل لا يحصل أبوه حصل مايكل بالأول وأخافه مرة ثانية بقناع فوكسي. كان مايكل يعرف أنه يقدر يخلي إيفن يدخل داخل المطعم إذا كان يبغى هالشيء من خلال بس أنه يتصرف كعادته، كعادة الأخ السيء.
راح يتعين على مايكل انه يتنمر على ايفن عشان يجبره يدخل داخل المطعم عشان حفلة عيد ميلاده. لذلك جرب انه يسويها في اليوم السابق للتأكد من انه يقدر يسويها في الحفلة. وفي نهاية الامر انتهت خطة مايكل بحبس ايفن داخل الغرفة الخلفية للمطعم لكم دقيقة. بعد السماح لايفن بالخروج للركض والبكاء والعودة للمنزل، عرف مايكل ايش اللي راح يصير في اليوم التالي لحفلته. ايفن راح يكون اكثر خوفا من الرجوع للمطعم الان من بعد اليوم، ممكن حتى مايكل ما راح يقدر انه يتنمر عليه ويدخله داخل المطعم. فكر مايكل لفترة طويلة وخطط لتحركات التالية مع حلول الليل. جاب مايكل ثلاثة اصدقاء معاه. اذا ما راح يقدر مايكل بنفسه التنمر على ايفن عشان يدخل المطعم، فمن الممكن لثلاثة متنمرين ثانيين مثله انهم ينجحوا. وبالفعل سووا هذا الشيء، اجبروا ايفن على انه يدخل المطعم عشان يحتفل بعيد ميلاده داخل. حاول ايفن التوسل اليهم جميعا بانه يبغى يغادر، لكن مايكل اقترح فقط انه يخلي ايفن يقترب من بدلتين من الروبوتات اللي من نوع سبرينج لوك. كان يعرف انه اذا حط ايفن وجها لوجه مع الروبوت هذا الشيء راح يخوفه بشده اكثر من اي شيء ثاني. لذلك مسكوا ايفن من الارض وحملوه حتى صاروا مباشرة أمام مسرح فريدبير وسبرينج بوني. اقترح مايكل أنه يجبر إيفن في تقبيل فريدبير، عشان كذا المتنمرين الأربعة قاموا بإبعاد إيفن عن ذراعهم وأجبروه على وضع راسه ونصف جسده داخل فم فريدبير. بالنسبة لمايكل كان هذا أفضل ما يمكن أنه يسوي لإخافة إيفن، وأنه خلاه داخل أكثر شيء يخاف منه. كان إيفن يبكي ويرتجف بشدة وكأنه أول مرة يمر بهذه الحالة، وبرضه مايكل شعر بشيء من التعاطف معه. قعدوا يشوفوا هذا الحدث يصير أمامهم وهم يضحكوا. الشيء الوحيد اللي ما يعرف أحد إلا ويليام وهنري عن بدلات سبرينج لوك اللي كان ايفن داخل فمها هو ان في زي الايرور او الفشل سبرينج لوك يمكن انه يحصل. ممكن انه يصير هذا الشيء لما تنكسر الاعمده اللي تثبت الهيكل الداخلي للبدله اللي تخليها في وضع يسمح للانسان انه يكون في البدله ويلبسها. يؤدي هذا الشيء الى رجوع الهيكل الداخلي الى وضع المعتاد، واي شخص لابس البدله او داخل هذه البدله في وقت حدوث هذا الامر راح يتم طعنه وسحقه بواسطه الاجزاء. وبالحقيقه في سببين معروفين لحدوث هذا الايرور او الفشل في بدلات السبرينج لوك. واحد منهم ان لما تتفاعل بدله السبرينج لوك مع الماء والرطوبه، ولهذا السبب يجب على الموظفين عدم ارتداء البدلة في الغرفة اللي فيها رطوبة عالية في الهواء. الطريقة الثانية اللي ممكن ان تسبب الايرور هذا في البدلة هي لما يفشل الموظف اللي لابسها في لف البدلة بشكل صحيح، مما يتسبب في انكماشة على الشخص الموجود بالداخل. عرف ويليام وهنري بخصوص هذه الامور وتأكدوا دائما من التعامل معها بشكل صحيح لتجنب اي اصابات قاتلة للموظفين الثانيين او حتى اصابات لنفسهم. تدفقت انهار ايفن من الدموع على بدلة فريد بير سبرينج لوك، مما تسبب في تفاعل بدلة السبرينج لوك مع الماء والرطوبة، الشيء اللي خلى فريدبير يرجع الى وضع المعتاد واللي تضمن اغلاق فم فريدبير. لذلك اغلق فم فريدبير مع وجود ايفن بداخله، مما تسبب في كسر فريدبير لجمجمة ايفن والحاق اضرار قاتلة براسه. فريدبير عض على طول في غضون ثانية. مايكل واصدقائه شافوا الدم وهو يسيل من البدلة، سمع ويليام على طول باللي صار وانطلق بسرعة للمطعم. كان خايف وقاعد يهلع ويندفع بشكل مجنون لإنقاذ إيفن من الموت. هرعت سيارة الإسعاف والشرطة وأي شيء يخطر ببالك، كلهم هرعوا للمطعم بجنون وتم إرسال إيفن للمستشفى على طول. ما كان عند ويليام أي وقت لإلقاء اللوم على مايكل ولا حتى على نفسه. راحوا للمستشفى وشافوا أن إيفن في غيبوبة. طوال غيبوبة إيفن كان يعاني من كوابيس ما لا نهاية وبشكل متكرر. كان الكابوس مثل الليالي اللي مر فيها الأسبوع الماضي. بدأ في سريرة وحاول النجاة من مطاردته بواسطة الروبوتات المرعبة، لكن هذا كان مختلف. كل الروبوتات العدائية والمرعبة هذه اللي كان يشوفها كانت شيء ما قد شافه من قبل، شيء يخاف منه أكثر من أي روبوت ثاني. الروبوت اللي غير حياته للأبد كان نسخة مرعبة من فريدبير. بعد يوم طويل من الانتظار جاب ويليام دمية فريدبير اللي استخدمها لمراقبة إيفن، وبعد ما حطها جنبه في سرير المستشفى أعلن ويليام بأن إيفن راح يموت قريبا. مسك ويليام يده بيدين إيفن، ونفس الشيء مسك بيده الثانية دمية فريدبير. في غيبوبة إيفن دقت الساعة 6 صباحا، غمض عيونه وأحد فتحها عشان يشوف الدمية فريدبير اللي كانوا كأنه زي أقرب أصدقائه مع وجود أربعة روبوتات وراه. في العالم الحقيقي مايكل ودع إيفن أول، تقدر تسمعني؟ ما أعرف إذا كان بإمكانك سماعي، أنا آسف. غادر مايكل، ويليام صار بمفرده مع إيفن، وبرضه ويليام قال كلماته الأخيرة لإيفن: أنت محطم، ما زلنا أصدقائك، هل ما زلت تصدق ذلك؟ أنا ما زلت هنا، سأعيدك وأجمعك معا. وبكى ويليام بينما كان قاعد يمسك إيفن والدمية فريدبير. في غيبوبة إيفن شاف دمية فريدبير تختفي وبكى لمرة أخيرة قبل ما يسكر عيونه. نهض ويليام وخرج من الغرفة وسمع صوت خط نبضات قلب إيفن يصير ثابت ومتوقف. مطعم فريد بيرس فاميلي داينر قفل على طول، وباقي لسه الشرطة قاعد تشتبه في انه ويليام هو المسؤول عن حادثة الاطفال المفقودين، مما دفع هنري الى التفكير في انه يقطع العلاقة مع ويليام. مع الاستمرار لحالة في البزنس في العلامة التجارية لفازبير انترتينمنت، فقد ويليام 2 من اطفاله بسبب الروبوتات الخاصة اللي صنعها هو.
الشيء اللي تسبب في ان زوجته بدأت انها تصير غير مستقرة عاطفيا وتركته على طول. ومع كل هذا الضغط وكل هذه الاحداث الفظيعة اللي قاعدة تصير واحدة ورا الثانية، ويليام يبدأ بالجنون. بالرغم من الاسم، الاعاصير مو هي السبب الرئيسي لوفاة وفقدان اطفال باعصار بمدينة يوتا. هذه المدينة الصغيرة النائية المحاطة بالجبال تحتوي على اللغز مستمر مع قصة مظلمة محيرة اللي ما انكشفت لحد الآن. ايش اللي صار فعلا في مطعم فريدمير؟ وين اختفوا كل هذول الأطفال؟ والسؤال الأهم من هذا كله، ايش المشروع الجاي لفاسبر انترتينمنت؟ فكر هنري إيميلي لأيام وأسابيع وشهور، كيف يمكن للشركة أن ترجع بعد كل هذا؟ كيف يقدر أن يصلح كل هذه المشاكل وإعادة الناس للمطعم مرة ثانية؟ كان في الكثير من المشاكل في المطعم السابق، على سبيل المثال فشلت بدلات سبرينغ لوك بشكل كبير، مما أسفر عن مقتل طفل ويليام، وكانت فكرة خطيرة جدا عشان يبدأ فيها. العمل الجاري على هذه الروبوتات اللي من المطعم السابق فريد بيرز، بحيث انه راح يتولى هنري الآن مهام بنائها بالكامل. لا يزال ويليام أفتن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في حادثة الأطفال المفقودين. ما راح يتخذ هنري قرار بأنه يشتغل معاه مرة ثانية أبدا، عشان كذا راح يتعين عليه العمل لحاله. حقيقة ان الحادث وقع في المقام الأول كان شيء سيء بدرجة كافية، وكانوا بحاجة إلى مزيد من إجراءات الأمن. هنري قاعد يفكر لوقت طويل وتوصل إلى حل واحد وسهل وبسيط، اللي هو بكل بساطة إزالة المشاكل اللي كانت تشوه اسم العلامة التجارية فاسبر انترتينمنت. بدل ما يسوي كل هذه الأمور بمفردة، احتاج هنري أن ينقل فاسبر انترتينمنت إلى مستوى عالي في البزنس عن طريق إنشاء فريق أو تيم كامل، فريق من الإداريين المجتهدين وموظفين النوبات الليلية والطباخين والمحاسبين والإداريين التنفيذيين وغير ذلك الكثير. بكذا راح يكون قادر على تمويل هذا الفريق بالأرباح المحققة من فريد بيرز فاميلي داينر. عقد هذا الفريق الجديد اجتماع الأول وناقشوا إيش اللي لازم إنهم يسووه مع الروبوتات، وما بعض قرروا في النهاية نقل الروبوتات اللي كانوا قاعدين يشتغلوا عليها زي فريد بير، بوني، فوكسي، وتشيكا إلى منطقة البارتس أند سيرفيسز، وهي غرفة جديدة في الفرع الجديد. بدأت الشركة العمل على روبوتات جديدة انعرفت باسم توي أنيماترونيكس، اللي قرروا انها راح تكون عبارة عن الكترونيات متحركة ذات مظهر بلاستيكي، واللي ما راح تكون عبارة عن بدلات سبرينغ لوك زي الروبوتات الاولى، بل بدلة عادية تحتوي على هيكل داخلي بأصابع شغالة وأقدام على شكل صفيحة حديدية ورموش ومظاهر للوجه تذكرنا بالدمى اللي فيها بوكس للصوت وتتكلم من داخل. كانوا يبغوا برضو تضمين بعض الروبوتات الجديدة والفريدة والمختلفة للعلامة التجارية اللي قاموا بإنشائها، روبوت صغير شبيه بالأطفال يمكن للأطفال أنهم يرتبطوا ويتعلقوا فيه. على عكس الروبوتات الثانية، هذا الروبوت كان شكله يشبه البشر أكثر من أي روبوت ثاني، وهذا الروبوت يحمل لوحة في يد واحدة مكتوب عليها الشيء اللي كان بيد الثانية، وكان هذا الروبوت اسمه بالون بوي. الحين بقي مشكلتين بس، ويليام وإجراءات الأمن، الشيء اللي تعهد هنري إنه يحل لحاله لأن أكثر واحد يعرف مدى خطورة ويليام من بين أفراد الفريق، وبالتالي هو الوحيد القادر على فعل هذا الشيء بشكل صحيح. عند التفكير على مدار الأيام أثناء ما كانت شركته قاعدة تشتغل على هذا الفرع الجديد واللي راح يكون زي الفرع الثانوي للفرع الأساسي، كان يعرف إن ويليام لا يمكن إلحاقه بهذه الشركة أو حتى الاقتراب منها بعد الآن، لأن وجود رجل مشتبه فيه رئيسي إنه قاتل 5 أطفال في إحدى المناصب في المطعم، حتى لو مجرد زائر على المطعم أو زبون، راح يكون هذا الشيء أسوأ مظهر لشركة ترفيه للأطفال اللي تستهدف هذه الفئة من المجتمع. عشان كذا هنري راح يحتاج لنوع من الأمان، نوع من الطرق للسماح للجميع بالدخول، لكن مع إبقاء ويليام بالخارج ومنع من الدخول. بعد عدة ليالي من التفكير بأفكار مختلفة، استقر في النهاية على فكرة واحدة، نظام التعرف على الوجه. إذا في عيون إنسان طالعت بعيون الروبوتات مع التصميم والبرمجة الصحيحة، فراح يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كنت ويليام أو لا. ما كان في أي شك في أن هذا الشيء ما راح ينجح، عشان كذا بدأ هنري في صنع فكرته وطرحها ومن ثم حطها في موضع التنفيذ. هنري ما كان يبغى أكثر من سلامة زبائنه، وما كان يبغى أنه يفقد كل هذول الأطفال ويشاهد حياتهم تنتزع منهم على عكس ويليام. والشيء هذا أثار تفكير هنري، فكر في بنت المحبة شارلوت أو تشارلي كاختصار، وتأكد من أنه في حالة فشل التعرف على الوجه راح تكون بنته آمنة بغض النظر إذا فشلت العملية أو لا. هنري كان يحب أنه يعرض أعماله لتشارلي وكان يحب يجيبها للفروع، ولكن بمجرد وقوع حادثة الأطفال المفقودين كان دائما غير متأكد من إذا كان من الممكن إحضارها إلى الفروع أو حتى السماح لها بالاقتراب من أي مكان فيه الروبوتات. لذلك ابتكر روبوت يجلس في صندوق ممسوك ومعلق بخيوطه كأنها دمية، وأن مهمتها وشغلتها هي البحث باستمرار على وجه التحديد عن تشارلي وحمايتها وتخليها دائما بأمان كأولوية رئيسية. وبرضه أطلق على هذا الروبوت اسم بوبت. إحباط، صراع، عدم الاستقرار، هذه المشاعر اللي شعر فيها الوحش المجنون اللي كان ويليام أفتن نفسه. إليزابيث أولا والآن إيفن أصبحت زوجته غير مستقرة، ولكن ما حد سأل عن ويليام إيش اللي صار عليه. ليلة وفاة إيفن عاد ويليام إلى مطعم فريد بير اللي تم إغلاقه،
نظر ببرود إلى الروبوت اللي قتل ابنه. كان ويليام مليء بالغضب وما كان يبغى أكثر من رؤية فريدبير يسقط ويتقطع. عشان كذا مسك كل الآلات والأشياء اللي يقدر يمسكها وبدأ في هدم فريدبير. وببطء مع كل ضربة كانت الحياة تستنزف من عيون الروبوت هذا اللي هو عبارة عن بدلة سبرينغ لوك. حتى أصبح كوما من الخردة بالضبط نفس حالة الروبوتات اللي باقي لسه قيد البناء. سواء اتدمر أو لا، الضرر اللي تسبب فيه فريدبير قد صار وخلص. الضرر اللي تسبب فيه مايكل، القوليا باللوم على مايكل على طول عشان أخذ الموضوع لبعيد بزيادة، لأنه تسبب في بكاء إيفن داخل فم البدلة مما تسبب بأن فريدبير يقتله. ملأت الكراهية عروق ويليام والكراهية تجاه مايكل اللي راح لحد بعيد. اتمنى ويليام ان مايكل يكون هو اللي قتل على يد فريدبير. بعد اطول اسابيع في حياة ويليام سمع بعض الاخبار عن فرع جديد تديره شركة فازبيرز انترتينمنت، والفرع هذا اسمه فريدي فازبيرز بيتزرية. عند سماع الاخبار هذه ارتفع الادرينالين عند السقف. اعتقد ويليام ان دفع الثمن للشيء الفظيع اللي سواه هذولاك الاطفال بخسارة 2 من اطفاله، لذلك ممكن انه يحالف الحظ. الحين كانت هذه فرصته في العودة، وسيلة إلهاء ونسيان لكل شيء صار معاه في الفترة الأخيرة، وهروب من الألم وإلقاء نظرة خاطفة على الضوء. قاد ويليام سيارته لهذا الفرع الجديد، وكان هنري ينتظر وصوله عند الباب الأمامي. نزل ويليام من سيارته واتجه نحو فرصته الجديدة. هذا هو الجزء الأول من هذه السلسلة اللي هي شرح قصة فناف كاملة من الجزء الأول للجزء الأخير. ولا تخافوا لأن الجزء الثاني راح ينزل على طول بعد مدة قصيرة من نزول هذا الفيديو، فعشان ما تفوت الجزء الثاني انزل تحت واشترك وفعل زر الجرس عشان يجيك إشعار في وقت نزول الجزء الثاني. إذا كنت جديد على القناة تقدر أنك تشيك على النظريات المختلفة اللي سويتها عن اللعبة بينما تنتظر حتى أنزل الجزء الثاني. وقدامك هنا في الشاشة مقطعين، إذا حاب أنك تشوف لعبة ثانية غير فناف فتقدر أنك تضغط على المقطع اللي على اليسار، أو إذا أنك حاب تشوف مقطع النظرية عن فناف فتقدر أنك تضغط على المقطع اللي على اليمين. شكرا على المشاهدة ونشوفكم في المقاطع الجاية.